فضيلة الشيخ، هذا الأخ السائل يسأل عن الزواج بنية الطلاق، ما حكم الشريعة فيه؟ رخص فيه بعض العلماء، ولكن صار الآن وسيلة للتلاعب بالنكاح. نعم، بما يسمونه زواج المصيف وزواج المسفار وما أدري، صار الزواج ألعوبة، يبيت عند هذه الليلة والثانية الليلة أو الصباح وهكذا، ويتلاعب بالخروج في هذه الطريقة، وهو ليس له رغبة في النساء وإنما له رغبة في قضاء الشهوة، فهذا لا يجوز. نعم، أحسن الله إليكم.